يعني انت وخضير اخترتوا الناس، اخترتوا النجوم على اي اساس؟ بس لانه ده الطقم اللي نجح معاكم في جراند اوتيل ولا ايه؟ لا يعني انا بس عايز اقول حاجه صغيره اتفضل. تخص مثلا دي، وبرضه ليها علاقه بالمقارنه اللي بتتعمل كده كده. انه في شخصيات في الروايه افعالها لما هتلعبيها على مدى 20 ساعه، على مدى 30 حلقه، الافعال اللي هي بتعملها ما كانتش كتيره قوي، ما تملاش 30 حلقه. فانا لعبت لعبه كده ان يعني انا، ليلى طاهر، دول ليلى ما طاهر. هو ده، ما ده اللي خلاني انت لما افكر انا اقول قلت لك كده الاول دي فاتن حمام، وبعدين بالظبط قلت لي لا دي ليلى طاهر، بالظبط فكرت كده انه ما كانش الميجر رول في بالظبط الفيلم. بالظبط. فاللي عملته انه اني غصت في عالم احسان عبد القدوس بشكل ما، فابتديت اخد شخصيات تانية هو كاتبها في روايات تانية او من وحي الشخصيات دي. طب ماذا لو فلانة بقت هي دي بطلة مثلا دمي ودموعي وابتسامتي، بس من غير احداث دمي ودموعي وابتسامتي، بس هي ينفع تضربي ده في ده وتطلعي شخصية تانية. وطبعا في حاجات كملتها انا بخيالي طبعا. كمؤلف يعني. فاللي حاصل في شخصية امينة تحديدا انه هو ده، يعني مثلا انا في تشابه شديد بين الام دي والام بتاعت امبراطورية مين، اللي هي قصة احسان عبد القدوس برضو. فانا ما من باب اللعب كده انا غيرت اسامي الشخصيات كلهم وخليتهم بالالف عشان تبقى اسمها امبراطوريه الف، من غير درامه امبراطوريه ميم. بس في الاخر هي الام اللي لايصه في مشاكل ولادها، وده معطل حياتها العاطفيه على حساب ولادها، ما هي دي الام بتاعت امبراطوريه ميم. ليه ما عملتش المسلسل في الستينات؟ يمكن على فكرة كان يكون أسهل، كان هيكون اسهل، دي حاجه. مور اتراكتيف يعني. ما هو بس احنا بقى لنا سنتين يعني، ما انا قلت لشاكر ممكن نعمله كده وننزل الشارع لابسين طرابيش، لان خلاص بقى طريقي كان في الستينات ودخلنا على السبعينات، وجراند اوتيل خمسينات، فعايزين نقول للناس ان احنا برضو على فكره يعني ممكن نستخدم بنعرف موبايل على يعني. فكرة نعمل كارنت. ولا بشكل رئيسي، وده كان اقتراح من شاكر، قال لي طب ما هو بما ان دايما بيتقال لك انت احسان بتاع السينما وبتاع، طب ما تضرب نفسك في احسان واتكلم عن عوالم انت تعرفها دلوقتي، اللي هي اصل المشاعر ما فيش منها قديم وجديد، بس احنا كبشر في الحياه بنتطور. الحقيقه ان احنا بقينا اقل رومانسيه، فاول رومانسيه بشكل تكنولوجي شويه، في حاجه كلها على بقينا الواتساب. بالظبط بالظبط، كله على الواتساب، كله كل كلام الحب على الواتساب. فحبيت ان انا اخلي، طب لو احنا نفس الناس دول النهارده بمشاعر بتوع الستينات ده، فبقى في حاجه فريش اكتر، وعلشان تاني نبعد عن المقارنه. لا تطفئ الشمس كان في اجمل نساء، اجمل فاتنات السينما المصريه. انت في اختيارك بقى الفنانين، ارجع تاني ليه اخترت ميرفت امين؟ انت واخد اتنين، واخد فيدات جيل كامل اللي هو ميرفت امين طبعا، كل الناس كانت بتقعد عامله كده وما زالت يعني، واخد امينه خليل برضو يعني ستار صاعد، جميلات الجيل ده. اختيارك ده كان قايم على ايه؟ قعدنا انا وشاكر لما فكرنا في الشخصيات، وابتدينا بالعيله، وبعدين كل بعد كده الشخصيات التانية اللي تم ترشيحها. تفكيرنا في شخصية الأم اللي هي عندنا اسمها إقبال، كان مهم فيها إنها تبقى على قد ما هي عندها أمومة، هي عندها أنوثة لسه يعني، مزة، مش ما ينفعش نجيب أم اللي هو مثلا شبه فردوس محمد زمان، أو يعني أم تبقى أمومة وبس، لأن هي عندها حدوتة، عندها حدوتة حب، فلازم يبقى في مشاعر أنثى لسه موجودة. من الممثلين قليلين قوي النهاردة الممثلين اللي موجودين عندنا اللي موجود عندها الأنثى والأمومة، يعني ميرفت أمين ست، لسه ست زي القمر وتجنن لغاية اللحظة دي، وجذابة كأنثى، وعندها أمومة بتاعتها كده بطعمها هي، ونجمة كبيرة. ده كان سبب اختيار مثلا حد زي مدام ميرفت. بقية الناس هي طباع الشخص أو الأبعاد بتاعت الشخصيات هي اللي اختارتهم. يعني أحمد مالك هو بالظبط الولد اللي في الرواية بالظبط. عامل إيه؟ أحمد رمزي ولا أحمد إيه؟ رمزي. هو بالظبط بالظبط طبيعي احمد مالك في الشخصيه اللي انا كتبتها. انا فجاه لقيت روحي قاعد اسمه ادم عندنا، انا قاعد قدام ادم لما قعدت اول مره مع مالك بتكلم معاه عن الشخصيه، هو بالظبط بجنانه وبطيشه، حتى هو الشخص متطرف شويه وبيروح يعمل حاجات كثيره قوي، يشتغل ميكانيكي ومش عارف عايز يعمل مخرطه، وبعدين بيشتغل سواق. الفيلم ده حتى فيه مشهد، او دي كانت موجوده كمان في الروايه، انه اول
تفكير في مشروع اوبر اللي موجود النهارده، متقال في الفيلم على ترابيزه سفره كده، وبيقول لهم انا بفكر في مشروع جديد، ان بدل ما الناس بدل ما تروح تعمل مشاوير بعربياتهم وبتاع، ما يطلبونا في التليفون احنا الناس الطلبه وبتاع. موجود في الفيلم؟ موجود في الفيلم. تخيل احنا لازم نبص تاني على الفيلم ده، بس انا تشوف المسلسل. موجود في الفيلم وموجود في الروايه. فلقيت واحد تطورا، يبقى خليت الواد ده بيشتغل سواء اوبر، لان ده المشروع اللي هم اتكلموا عنه في الروايه. اتطور النهارده بقى متحقق فعلا. مين عمل اللي عماد حمدي؟ فتحي عبد الوهاب. اوبا. صعب. صعب يا جماعه، صعب والله، صعب دول يعني. ما هو اصل الصعب ان شاء الله يعني لو وصل بيبقى طعمه احلى بكتير من السهل. اكيد.